السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. في البدايه بغيت نشكر كاع اللي شجعني وساندني، وان شاء الله غادي نكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله غادي ندير لكم اجمل افكار باذن الله. وبما اننا غادي نقضيو شهر رمضان الكريم في الحجر الصحي، الله يدخلوا علينا وعلى الامه الاسلاميه كامله باليمن والايمان والسلامات والصحه ان شاء الله، باش كيتمنى كل واحد، ويرفع سيدي ربي علينا هذا البلاء في القريب العاجل ويشافي جميع المرضى. قلت له بطة ندير شي حاجه باش نحسوا باجواء رمضان الكريم، ما ويعني نحسوا براسنا بانها في الاي كما كيجي في الايام العاديه ان شاء الله. وغادي يشاركني في هذا الفيديو واحد جوج الاطفال لاد خويا ياسين وطه ان شاء الله، باش نصاوبوا زينه رمضان ومنها نحيدو على الوليدات اللي راهم في الحجر كاملين القنطه، ونحيدوها حتى على راسنا. ولذلك رسائيت باش ولاد خويا يخدموا معايا هذا الفيديو ان شاء الله. يلا دابا غادي نبداو باذن الله. لانجاز هذا العمل كنحتاجو بابيموس، ما عرفتش كي سميتو باللغه العربيه، كيتباع في المكتبات. اللي ما عندوش يستعمل ورق المقوى. هذا بابيموس غادي نديرو به الفوانيس بحال هذا. هذا داروا العام اللي داز الدراري، واحد الاستاذه ديالو وواحد بقى هنايا. المهم دابا غادي ندوزو اخدمه في ورقه صغيره. غادي ننزلو بجوج سنتيم من هنا لهنايا، ومن هنا لهنايا نزلو كذلك بجوج سنتيم عاوتاني، ومن هنا عاوتاني بجوج سنتيم جوج سنتيم. غادي ندرجو هاد المستقيم اللي درناه، غادي ندرجوه كامل سنتيم ونص سنتيم ونص. بعد ما سالينا التدريجات درجنا هذا، درنا هذه الخطوط كامله انا وطه. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نطويوها على جوج هكذا ياك، وغادي نجيبو المقص وغادي ندوزو كاع على داك الخطوط اللي درناهم ونقطعوهم. دوز نزل القطعه هكذا ياه قز. دابا هاد الاعمال الدقيقه والاخر كيعلموا الصبر وكيعلموا التركيز للاطفال، ففيها باس الواحد يشارك شي حاجه مع الاطفال ديالو. من بعد غادي نلصقوهم هكذا، نديرو لها القاعده ديالها وليديدات، ونرجعو نوريكم الشكل النهائي. المهم قلبت على البيستون ما لقيتوش، غادي نديباني هادي عندي الاخرى تاع البيستون، نسخنها بالشمعه ونلصق. هو هذا. المهم غادي نزوقوه باش ما بغينا، انا درت هلال وغادي نزوقوه هكذا انا وطه وصافي. وفتاني نوريكم النهايه. العمل ديالنا هو تسالى، احنا زيناه بالهلال، وداكشي كيبقى على حسب الذوق ديال اي واحد اللي بغى يزين اللي بغى. هنايا درنا ما درناش القاعده، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش عنده الاختيار ديالو. غادي نعلقوها طه هو دا ديالو جاتو زويونه حتى هو. اذا شنو غادي نديرو دابا؟ انا
غادي نديرو القمر والنجوم ان شاء الله. نديرو القمر والنجوم العمل الثاني. هاد العمل غادي نحتاجو ورق مقوى ولا كرتون. نبداو نرسمو الهلال، يعني الثدييه نرسمو هلال. شوف معايا اطاها زينا هاد الهلال. حتى ترسم انت الهلال ديالك. بالنسبه للنجمه اللي ما كيعرفش يرسم النجمه يرسمها من سمع جوجل. ياخذ نقاط نتاع الزوايا ديال النجمه ثاني يجيبهم. ملي رسمنا النجمة قطعناها ودابا غادي نتراسيوها فوق الكرتون. غادي نديرو غير القطعات نتاع الرؤوس وفتالي نصين داك النقط بالمسطرة. غادي نعطي لطاها يكمل المهمة نتاع النجوم وأنا نقطع النجمات الأخرى. يعني هاكا هذا راه وصل. عرفت بعد ما قطعنا النجيمات غادي نديرو لهم الكولا البيضاء وندير لهم السقلي. هكا طه كمل بعد نخليهم ينشفوا ونعلقوهم مع الهلال بالخويطات. غادي الهلال حتى هو غادي نصبغو. درت لهم لصقت لهم الخيوط حتى هو غادي نصبغو وندير له السقلي. وهذا ما كان نتلاقاو في النهايه. معليش دابا نحيدو. إذن هذا هو الشكل النهائي نتاع الأعمال اللي درنا هاد النهار. الهلال والنجوم كما كتشوفو لصقتهم في هاد الحديدة كانت عندي هي مرمية وصبغتها وعاودت لها لإعادة تدوير النجومة. هذا الوسادة اللي صايبت، الفانوس اللي درت بكرتونه نتاع الحنه والفانوس الاخر اللي درت بكرتونه الحليب. وهذا ما وريته لكمش، درت الهلال وكتبت حروف نتاع رمضان المبارك ولصقته هنايا وكنتمنى يعجبكم. بالنسبه للعمل اللي درته مع الدراري هو هذا، زينا به البيت نتاع غادي نصليو فيه صلاه التراويح ان شاء الله.
كما كتشوفوا الفوانيس والنجوم والهلال علقتهم في هذا العلاقه نتاع الحوايج، كنديروا فيها حوايج الصلاه، كنعلقوا فيها حوايج الصلاه زين تحت هي. ايوا وهذا الشيء اللي كاين، كنتمنى يعجبكم هاد الديكوراسيون وقبلوا عليا، والى اللقاء.